السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنشرح لكم هذا الموقع السهل والبسيط والرائع ومسلي أيضا، اسمه بي تي سي ماينز. هذا موقع صادق وجيد، أنا أستخدمه وأجمع فيه ساتوشيات، وليس في حد أدنى للسحب. الحد الأدنى للسحب هو 1 ساتوشي ومباشر على محفظتك الفوسيت، ويحتوي على عمال. كلما زاد عمالك، اشتريت عمالا، كلما زاد ربحك وكسبك من الساتوشيات. وهو يعطيك عامل واحد، هنا سحب على فوسيت هوب مباشرة، والتسجيل كيفية تسجيل ريجستر. هنا تضع الإيميل والباسورد وهذه نعرفها، ثم سيأتيك تفعيل إيميل، تفعيل على إيميلك، ثم فعله. تضغط على رابط التفعيل. هنا الشرح، هنا سحبت، هنا هذا البي تي سي ماينز، انظروا هنا بي تي سي ماينز كلوب دوت كلوب. سحبت منه 335 ساتوشي. كل يوم تستطيع أن تسحب 500 ساتوشي، 1000 ساتوشي. وسحبت منه كثير، يعني أنا سحبت منه كثير. هذا قبلها سحبنا هنا البي تي سي، بي تي سي ماينز، بي تي سي ماينز. هنا قبلها سحبنا ايضا سابقا. وهنا كيفية الشرح، هنا يجب عليك جمع التفاحات لكي تعطي العمال كي يعملوا. اولا هنا نذهب الى الماينز، هنا ماينز ماين، هنا سيعطيك عامل واحد. هذا العامل الان سوف لن يعمل الا تعطيه تفاحة. تضغط هنا والحد الاعلى شيء هو 40 تفاحة ياخذ، لا ياخذ كثير. هنا جمعت 270 تفاحة. تستطيع ان تشتري عمال، ساعلمكم ايضا كيفية شراء العمال. هنا نضغط عليها، هذه مزعجة جدا هذه الكباتشا. هنا الآن وضعنا التفاحات، الآن سوف يعمل. انظر إليه كيف يعمل، الآن سوف يعمل. هنا يجمع الساتوشيات، هنا انظر، هنا يجمع ساتوشيات. وكيفية جمع التفاح، هناك 4 طرق. الطريقة الأولى هي هذه، الطريقة الأولى بتيوب، بتيوب. هنا سيعطيك 4 تفاحات. يقول this faucet، هذا الصنبور ليس فيه حدود، يعني وقت حدود، يعني أوقات يعني محدودة، تستطيع أن تكسب عدة مرات كما ترغب، يعني قد ما تستطيع أن تكسب التفاحة، تستطيع أن تكسب ما لا نهاية. نضغط على هذا الفيديو. هذا الفيديو يظل يعيده لك أنت، لا عليك سوى أن إذا تركت الصفحة سوف لن تمشي، هذه تتوقف، هذا الخط يجب عليك انتظاره إلى على ما تنتهي هذه الكليم ريورد. الآن انتهت، نضغط على كليم ريورد، ندخل هذه الكاباتشا. الآن حصلنا على 4 تفاحات، لاحظونا 230. والطريقة الثانية هي فوسيت، هي الطريقة الثانية، يعطيك تفاحتين. نضغط على ستارت كليم، تنتظر هنا هذا المؤقت، لاحظ لا يعمل إذا تترك الصفحة، لا يمشي المؤقت. نضغط على سوبميت، الطريقة الثانية لجمع التفاح. نضغط على سوبميت، الآن أعطانا تفاحتين. أما الطريقة الثالثة هي أوتو فوسيت،
هذا اوتوماتيكي، تضعه هالشكل، تضغط على ستارت كليم يعطيك تفاحتين كل مرة. هذا اوتوماتيكي، يعني تتركه وهو يجمع لك التفاح. انا اتركه هكذا، انا لا اتركه هكذا، اسحبه. لاحظ، ركز هنا، اسحبها هنا، اسحبها واضعها في يعني شباك، في نافذة، يعني نافذة، يعني بحد وحدها نافذة، ثم أصغرها ثم أتركها هنا. لا أضغط على هذه الأيقونة لكي تضعها في الجانب، أنا أتركها هكذا. لاحظ هنا 19، إذا وضعته هنا مثلا أو هنا سوف لا يمشي، إذا تركته الصفحة لا يعمل الاوتوماتيكي هذا الاوتوماتيكي اوتو فوست، لا يعمل، سوف يتوقف. لاحظ هنا، سوف لاحظ هنا يمشي، لاحظ يمشي. هنا كانت 230، نسوي رفرش، لاحظ أصبحت 236. انظر هنا، اتركه في صفحة، يعني اتركه هنا على صفحة، نضغط يعني هنا هكذا نتركه أو نصغره هكذا. لاحظ هو يعمل وحده، وأذهب وأنت وأعمل في اللابتوب واشتغل في اللابتوب. أوكي، تضعه الشكل، تسحبه يعني هكذا، تسحبه يعني في نافذة وحدها ثم تضعها. أوكي. أما الطريقة الرابعة هي عن طريق الـ CPU Mines. إذا كانت المواصفات حاسبتك عالية تستطيع أن تعدل عن طريق الحاسب. هنا نضغط على Start Mining، انظر هنا، أنا أضعها 50% لكي لا تتعب الكمبيوتر. هنا عندما تصل إلى 10,000 هاش تضغط على كليم، وسوف يعطيك كل 10,000 هاشس يعطيك 1 ساتوشي. أوكي، بس أنا لا، أنا حاسبتي يعني تعبانة، يعني قليل تعبانة. انظر هنا، يقبل هذا الخط، لأن هنالك يعني طريقتين يعني تقريبا، لجمع الساتوشيات. الآن نوقفه هذا ونأتي كيفية السحب. هنا تدعو أصدقائك، هنا نضغط على invite، تدعو أصدقائك هنا الريفرال، هنا المستويات. هنا عندما يصل إلى 1,000 ساتوشي، أكثر من 1,000 ساتوشي لا تستطيع أن تسحب، حدك هو 1,000 ساتوشي تستطيع أن تسحب. وإذا أردت أن ترفع الحد الأدنى 2000 مثلا التي تسحبها، يجب عليك الزيادة النقاط الإكس بي. نقاط الإكس بي كيف تحصل عليه؟ عن طريق الريفرال والبيت تيوب، هذا الفيديو والفوست، هذول الثلاثة تستطيع أن تحصل عليه عن طريق الإكس بي. وهنا تستطيع يعني كلما زادت نقاط الكسبين مالتك سيرتفع يعني الحد الأدنى للسحب. هنا تتسوق، هنا مثلا تريد أن تشتري عمال أكثر. أنا لدي 238 تفاحة، ولدي عامل واحد، عامل واحد لا يأخذ سوى 40 تفاحة. وإذا أردت أن أشتري عامل آخر، كم؟ ب10 دولارات تستطيع أن تشتري عن طريق الكوين بيمنت. نضغط هنا بهذه الصفحة ونضغط على complete ونشتري كوين بيمنت. اوكي، كل ساتوشي، لكل تفاحة يعني هذا يجمع 1 ساتوشي، كل ساعة يجمع 32 ساتوشي، كل يوم يجمع 768 ساتوشي. إذا أردت أن تشتري مثلا عامل هذا الآخر، كل يوم يجمع لك 1560 ساتوشي ب20 دولار عن طريق الكوين بيمنت. وهذا أيضا هذا يجمع بعد أكثر، ولكن أغلى سعرهم.
ايه هنا طريقة السحب، هنا withdraw نسحب. هنا كم لدينا؟ لدينا 4 ساتوشي. حتى لو كان لديك 1 ساتوشي يسحبها مباشرة على فوسة الفوب. هنا نغير هذه الكاباتشا مزعجة لأنها نضغط على البروفايل، تضغط على بروفايل هكذا، ثم تذهب إلى بيتكوين، ثم تذهب إلى فوسيت فوسيت فوب. هذه فوسيت فوب، هذه تستطيع التسجيل فيها يعني بسيطة. سأضع رابط أيضا لهذه الفوسيت فوب، هذه المحفظة. تضغط على والت أدريس، ثم تأتي إلى بيتكوين أدريس، تأخذ هذه مثلا، أخذ هذا كوبي، أذهب هنا وأضعه هنا أوكي، ثم أضغط على أبديت أدريس، ثم بعدها تسحب. هنا 4 ساتوشي سيسحبها مباشرة على الفوسيت فوب. نضغط على withdraw، سحب 4 ساتوشي بنجاح. اوكي نرجع الى الماين، هو يجمع لك، هو يعمل. اذا كان لديك مال اكثر تستطيع ان تشتري باي، اشتري عامل اخر وعامل اخر وعامل اخر في اليوم تستطيع ان تجمع 10,000 ساتوشي او 20,000 ساتوشي. يعني كلما اشتريت عمال اكثر تستطيع ان تجمع اكثر. وهنا أنا لدي زائدة 240 تفاحة جمعته عن طريق هذا، تضعه هنا في صفحة، شباك في صفحة وتجمعها. أوكي هنا نذهب إلى overview، نلاحظ هنا قد أتت 4 ساتوشي، لاحظ هنا 4 ساتوشي قد سحبها. إيه أوكي هنا هذا موقع آخر يشبه هذا الموقع btcmines.club، هذا الآخر bitrick.club، هذا أيضا نفس الشرح، أيضا نفسه هذا. أوكي ليس هنالك أي يعني أي اختلافات. أم تضغط على هذا، تضع فيه الباور جيتها 40 أيضا. إيه سأضع هذا أيضا، هذا الموقع الآخر رابطه. إيه أنت تستطيع يعني أيضا أن تعدن عن طريق الموبايل وعن طريق اللابتوب، إيه طرق كثيرة يعني فيه. أوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.